مبشرة جاندا شاسر جي سي مبشرة جماعة ثالثة کی ہیں جی پہلا سوال آپ کے لئے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون دوسرا سوال ہے فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سدر مخضود وطلح منضود دوبارہ پڑھیے فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سدر مخضود فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فأصحاب الشمال ما وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سدر في سموم وحميم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أفآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحيم هذا نزلهم يوم الدين. آپ کے لیے آخری سوال ہے. ارسل السماء علیکم مدرارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. بارك الله فيك. السلام عليكم.